أنا شاب مطيع لله، وتحصل لي هموم وغموم وأحزان كثيرة، فبماذا تنصحونني وما المخرج منها؟ توكل على الله عز وجل، وعدم الياس وعدم القنوط، والاستعادة من الشيطان، لأن هذه وساوس من الشيطان يريد ضيق عليك. فأنت إلجأ إلى الله وقل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وأكثر من الدعاء وتلاوة القرآن، ويزول عنك هذا إن شاء الله. نعم.